وفي قطاع غزة أكد سامي أبو زهر المتحدث باسم حركة حماس أن فشل الإدارة الأمريكية في إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني هي أكبر دليل على الانحياز الأمريكي للجانب الإسرائيلي. إن فشل الإدارة الأمريكية في إجبار الاحتلال على وقف الاستيطان عدا عن غيره من الحقوق الفلسطينية يؤكد انحيازها الكامل لصالح الاحتلال وخطأ المراهنة عربيا على الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.